إلى أين تتجه الأوضاع الخدمية والاقتصادية في حضرموت؟ سؤال بات يطرح وبقوة في أوساط مواطني المحافظة التي تواجه العديد من التحديات والأزمات الاقتصادية. ففي حين كانت الحكومة وبحسب مصادر إعلامية تستعد لتصدير شحنة جديدة من خام المسيلة، أصدرت السلطات بالمحافظة قراراً هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهرين يقضي برفع أسعار بيع المشتقات النفطية للمواطنين، مبررة ذلك بما قالت إنه ارتفاع عالمي لأسعار المحروقات يقابله انخفاض لقيمة الريال أمام العملات الأجنبية. نحن نعرف أن هذا قرار قاسي وقرار صعب جدا، لكن مضطرين لاتخاذه. لمدة شهر مضى نبيع المشتقات النفطية بأقل من ما السعر اللي نشتريها بها، بخسارة يعني بصريح العبارة، صحيح من أجل المواطن، لكن نحن مش دولة ولا عندنا إمكانيات ضخمة بحيث نتحمل فارق السعر هذا. العملة تدهورت في الفترة الأخيرة ونحن عارفين كيف العملة حقنا تتراجع باستمرار. الشيء الثاني، أسعار النفط العالمية ارتفعت ارتفاع طفيف وهذا أثر على المشتريات. هذا الارتفاع يتزامن مع تراجع ملحوظ في مستوى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، والتي باتت تشهد ارتفاعا في وتيرة الانقطاعات جراء شحة الوقود، حيث تقول السلطات المحلية إنها لم تعد قادرة بمفردها على توفير وقود تشغيل محطات الكهرباء الذي يكلفها شهريا أكثر من 5 مليارات ريال، ناهيك عن 7 ملايين دولار يفترض أن يتم دفعها شهريا لشركات الطاقة المشترى. هذا النقص في الوقود أدى إلى عمل برنامج طافي مبرمج لجميع الشبكة التي تتغذى من المصدر الرئيسي محطة الريان المركزية ومحطات شراء الطاقة. وكان التدهور في توليد الطاقة قد دفع بمدير كهرباء الساحل لتقديم استقالته احتجاجا على ما قيل إنه عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها لقطاع الطاقة بالمحافظة. أكثر من أي وقت مضى تحتاج السلطات بالمحافظة للإنقاذ المالي من قبل الحكومة، فالأزمة المالية واستمرار قياب السيولة النقدية يجعلها عاجزة ليس فقط عن مواجهة أعباء توفير الخدمات بل وأيضا عن دفع رواتب موظفيها ومعاشات متقاعديها الذين لم يستلموا رواتبهم منذ نحو شهرين. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.